موجز أخبار الاقتصاد، أهلا بكم. تعتزم مؤسسة النفط الهندية زيادة مشترياتها هذا العام من النفط الخام من العراق بنسبة 11.5% وبمعدل 390 ألف برميل يوميا لتعويض النقص الحاصل بسبب خفض محتمل للإمدادات النفطية من الكويت. أقلت مصادر نفطية لوكالة رويترز إن الشركة الهندية لجأت إلى شراء كميات أكبر من العراق لتكبح مساعي المكسيك الهادفة لزيادة الإمدادات لدول العالم مع افتتاحها مصفات جديدة، فيما تتوقع مصافي التكرير الهندية أيضا خفض إمدادات النفط من الكويت في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في نيسان، حيث تهدف الكويت إلى بدء العمل بمصفات أزور البالغة 615 ألف برميل يوميا هذا العام. تمكنت مفارز مركز شرطة جمارك ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط حاويتين حديديتين مخالفتين لشروط الخزن. أذكرت مصادر في شرطة الجمارك أن الحاويتين بحجم 40 قدما تحتويان على مستلزمات طبية مخالفة للشروط، مشيرة إلى أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق. جدير بالذكر أن جميع المنافذ الحدودية في العراق تخضع بشكل كامل لسيطرة الميليشيات. قال مصدر في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان إن بيانات رسمية حديثة أظهرت أن السودان بين أضعف دول القارة الأفريقية تحصيلاً للضرائب. أضاف أنه بالرغم من إقرار مشروع الحوسبة إلا أن عدد المسجلين لدى إدارة الضرائب لا يزال قليلاً، ما حفز السلطات على اتخاذ تدابير جديدة من شأنها دعم الخزانة العامة للدولة عبر محاصرة المتهربين من دفع الجباية بأنواعها وتوسيع المظلات الضريبية. هذا وتشير بيانات حكومية إلى أن عدد المسجلين لدى وزارة المالية كدافعي ضرائب لا يتجاوز 200 ألف شخص، وهو رقم تعتبره مؤسسات المال والمعنيون ضعيفا جدا مقارنة بعدد السكان البالغ 40 مليونا. بدأت مجموعة موانئ أبو ظبي التداول في بورصة أبو ظبي لأول مرة بعد زيادة رأس المال 1.1 مليار دولار من إصدار سندات أولية قبل إدراجها. تداولت مجموعة أبو ظبي للموانئ التي تدير الموانئ واللوجستيات والمناطق الصناعية في الإمارات بما يعادل 98 سنتا للسهم. وقالت الشركة إنها ستستخدم رأس المال الذي تم جمعه من إدراجها في تمويل خططها للتوسع محليا ودوليا. وتأتي خطوة إدراج مجموعة موانئ أبو ظبي بعد قرابة عامين من إعلان شركة موانئ دبي العالمية مشغل الموانئ العالمي في الإمارات أنها ستلغي إدراجها في بورصة دبي وتعيد الشركة إلى الملكية الكاملة للدولة. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون للإنفاق المؤقت والثالث في أقل من 5 أشهر بهدف مواصلة تمويل الحكومة وتجنب إغلاق الوكالات والمرافق التابعة لها. تنتهي صلاحية قانون الإنفاق المعمول به حالياً في 18 من شهر شباط، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء لن يكون بالإمكان دفع أجور مئات الآلاف من موظفي الحكومة وفق وكالة فرانس بريس. يشار إلى أن مشروع الإنفاق المؤقت يتضمن تخصيص 350 مليون دولار إضافية لمعالجة أزمة تلوث المياه في جزيرة أوهاو بهاواي من جراء تسرب وقود من منشأة للجيش الأمريكي، إضافة إلى تمويل لغواصات نووية والأمن السيبراني. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز الاقتصادي، دمتم بخير، إلى اللقاء.